أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مجلس مسابقة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفعاليات الموروث البحريني. هذه الفعاليات التي تقام للعام الخامس على التوالي على أرض ميدان مملكة البحرين. باسمي وباسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. اليمين درب الغانمين، ومرحبا ومسهلا يا محمد بن عايض المري، يا ابو راشد، احد الضيوف المميزين معنا في الحلقات. عليك زود يا شباب، سعداء بشوفك الليله. احنا سعيد كذا. راشد بن ذياب رميحي رئيس لجنه الصيد، مرحبا بك. يا مرحبا، مرحبا باقي الله يحييك. وان شاء الله بنكون معاك في هذه الحلقه ونعرف الاشواط والتاهيليات والمراحل عندكم بالتفصيل. الساعه المباركه. يا مرحبا. يا مرحبا الله يحييك. احد المشاركين في المجموعه الثالثه من مسابقه فارس الموروث محمد عبد العزيز الدوسري. يا مرحبا يا ابو عبد العزيز. مرحبا باقي مش خير. الليلة الله يعينك كنت بتكلم عن المجموعة كاملة. حاضرين أبد. عن الصعوبات وعن الأشياء البسيطة اللي صارت معكم وعن النتائج، بتكلم بلسان المجموعة كاملة بإذن الله. سعداء بشوفك الليلة. أبشر وناس حلوة. يا مرحبا وسهلا. عندنا الحاصل على المركز الأول في شوط في فئة الحرار في شوط سمو الشيخ محمد بن ناصر محمد بن علي النعيمي، الأول والثاني، وتستاهل ومبروك ومرحبا بك. الله يحبك ويسلمك يا ابو تخير، والله يبارك في عمرك ان شاء الله. وسعداء بشوفك الليله. احنا اسعد الله يطول عمرك. شخص يكون حاصل على المركز الاول والثاني هذا يبغي له برنامج الحاله، والله يعينك علينا الليله. الله يطول عمرك. يا مرحبا بك. مبارك ابراهيم البعينين، المركز الاول في الشواهين، تستاهل. يا مرحبا يا ابو تخير. سعداء بشوفك الليله. انا اسعد الله يطول عمرك. طبعا انت شاركت في الشواهين وشاركت في الحرام. نعم. ليش فزت في هذا وما فزت في هذا بنعرفها بعد شوي ان شاء الله. مرحبا بكم. أحد أعضاء اللجنة المبدعين والمتميزين عبد العزيز محمد الرميحي. يا مرحبا يا محمد. الله يرحبك. هلا والله. والله يقويكم ويعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. اليوم راح نتكلم معاك عن مسابقة فارس الموروث في مجموعتها الثالثة والأخيرة وعن المراحل كلها، فخليك جاهز. جاهزين طال عمرك. يا مرحبا. الله يرحمك. بعد ما رحبنا بضيوفنا مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم هذا التقرير عن اليوم الأول من مسابقة فارس الموروث في مجموعته الثالثة والأخيرة. احتضنت قرية البحرين الدولية للقدرة مراحل المجموعة الثالثة من مسابقة فارس الموروث، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للشؤون الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وانطلقت مرحلة الهجم في تمام الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم السبت وسط أجواء تنافسية حماسية، والتي تمتد إلى مسافة 40 كيلومتر مقسمة على مرحلتين تفصل بينهما نقطة البئر، وهي المنطقة المخصصة لتعبئة جربة الماء. خلال هذه المرحلة بأكملها تبادل الفرسان المراكز الأولى، مما يدلل على الجاهزية المميزة بالإضافة إلى روح المنافسة والهمة. وأسفر خط النهاية عن وصول المشارك نايف سالم المعمري أولا والمشارك محمد حسن الجمعان ثانيا بفارق ثواني بسيطة عن المشارك محمد عامر المعمري الذي أتى ثالثا. الجدير بالذكر بأن الذي يصل أولا إلى خط النهاية لا يعتبر الأول على مرحلة الهجن كما أوضحت اللجنة، بل تحسب جميع النقاط لكل مشارك من بداية المرحلة إلى ختامها، ومن يحقق أعلى النقاط يتسيد ترتيب المجموعة. وشهد الميدان وقت الظهيرة تنافس مشاركي المجموعة الثالثة في مرحلة هدد للطيور، والتي تعتبر الأسهل نسبيا مقارنة بكافة المراحل. وتختم مراحل اليوم الأول بمرحلة الضيافة، وهي المرحلة التي يقوم فيها المشارك بذبح وصلخ الذبيحة وتقديم العشاء والشاي والقهوة لضيوفه، بالإضافة إلى فقرة الأسئلة التاريخية والتراثية، حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل الصعبة والممتعة في نفس الوقت، والتي تبين مكارم الأخلاق لدى أهل البحرين. مشاهدينا الأعزاء، عدنا لكم مجددا بعد ما شفنا وياكم تقرير اليوم الأول، وأكيد أني بروح لأبو راشد. وش علوم المجموعة الثالثة؟ لا تمدحهم، عطنا الملاحظات. لا كلهم شباب ومنافسة بينهم. إيه؟ على الهجين والخيل. إيه؟ وهم طيبة. ممتاز، لكن هم جاؤوا
المفروض أن الفرص عندهم أكثر من اللي قبلهم. يعني صار قبلهم مجموعتين، عارفين البرنامج، عارفين السيناريو، عارفين المراحل، وأنا برجع لأبو عبد العزيز في الموضوع هذا، فأنتوا أفضل من أنهم يجون أهل التجربة الأولى. توقعنا أنهم يكسرون الأرقام بس ما كسروها. السبب رأيك؟ الخبرة تلعب دور. طيب. والجاهزية تلعب دور. يعني يمكن الشباب اللي المجموعات اللي قبلهم كانوا عادين أنفسهم أكثر من شباب ذولا. ممتاز. يعني أنت تقول أن عدم وصولهم أو كسرهم الأرقام مسألة إعدادهم أنفسهم. نعم، هذا شيء أساسي، أن الواحد يعد نفسه ويجهز نفسه لل... مع أنك تشوف أن اللي قبلهم واجه صعوبات أكثر. واجهوا صعوبات أكثر، حتى الشباب ذولا واجهوا صعوبات أكثر. نفس الشيء، صعوبات موجودة، المطية مسافتها إياها نفسها. طيب الأحصان لو نأخذ موضوع الأجواء، هل له تأثير ما له تأثير ولا؟ الأجواء تقريبا كانت متقاربة، ما فيه الأسبوع الأول والثاني والثالث. نعم، ما فيه لا برد ولا هواء. أكيد أبو عبد العزيز عنده رأي ثاني. حياك الله أبو عبد العزيز. الله يبقيك طول عمرك. يعني كنت عدد ما هو بسيط. نعم. ما فيه شخص حاول أنه يكسر الأرقام. أبو عبد العزيز أنت جاي وقبلك مجموعتين صح ولا لا؟ السيناريو عارفينه، المراحل بعدد الكلوات أكيد أنكم تابعتوا، أكيد أنكم سألتوا اللي قبلكم، وش الصعوبات اللي واجهتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على خير جميع. أول شيء تبين أتكلم عن نفسي ولا عن المجموعة كلها؟ عن نفسك وعن المجموعة. عطنا عن نفسك أول شيء. والله خاف أصرح عن المجموعة وأبلش. لا عطنا عن نفسك أنت قبل كل حاجة. أبو راشد يقول إنهم ما استعدوا، وش رأيك؟ والله ان عزيز ان الربع كلهم ما قصروا. ممتاز. الشوط كان مميز. ايه. وانطلقت الهجن. كثير من الشباب اللي كانوا معاي شفتهم ان اخذوا دور حماسي. ايه. وحطوا على انفسهم من البدايه. ممتاز. لكن عني انا شخصيا. ايه. انا اخترت يا طويل العمر اني اخذ السباق من بدايته بالهون وعلى السرعه. لان الموضوع ما له علاقه بالسرعه. اول شيء لان الموضوع ما له علاقه بالسرعه وما له علاقه بالاول ولا الثاني ولا الثالث. ممتاز. العامل الثاني هو ان انا يمكن يخفي الجميع انا دخلت المسابقه وعندي اصابه. ايه. اصابه قديمه. ايه. فمجبور اني ادار الاصابه. ممتاز. ابو عبد العزيز انت مع هذا كله انت حصل على المركز الاول. ممتاز. نعم. لكنك انت دخلت المسابقه وفيها ارقام قدامك. مظبوط. اصعب مرحله. اصعب مرحله الهجن. الهجن ما فيها كلام. هي العمود الفقري للمسابقة. اي نعم. من اجتازه يمكن يكون تجاوز اشياء، يعني تخف عليه باقي الامور، واللي تصعب عليه الهجن يمكن تصعب عليه باقي المراحل اللي بعدها. انا اقول لك يشوف ان الخيل بعد صعبة. يشوف ان الخيل صعبة. كوني انا طول العمر راعي خيل. ايه. فما كان عندك مشكلة. ما كان عندي مشكلة. وطبعا شوط الطيور الله يجزي ابو راشد هذا استراحة. ها ممتاز. صراحه عندك بس ما هو عندها الاشواط. عادها الاشواط علومهم علوم. ناخذ من ابو عبد العزيز ان الهجن في المرتبه الاولى كاصعب المراحل. اصعب مرحله. نعم، خصوصا تعبئه القرب. إيه؟ وانك تحافظ على الماء لما توصل، هذا كانت من اصعب الظروف اللي مروا فيها الربع. ممتاز. انا باخذ الربع ابو علي ابو ابراهيم. عندك ابو علي. تفضل. الحين المسابقه بشكل عام وش رايك؟ اول شيء الشكر جلاله الملك الله يطول عمره سمو الشيخ ناصر. اللهم امين. يستاهلون على الدعم اللي يستاهلونه الشباب. الله يطول اعمارهم ان شاء الله، والربع عز الله يستاهلون، والله يوفقكم ان شاء الله. بطوله مثل ما انت شايف، يعني دخلوا فيها الهجن والخيل وجمعوا فيها الموروث كله. نعم. عز الله ناصر. اي نعم الحمد لله. تقام للمرة الأولى ومع هذا جاء فيه مشاركين يعني أرقام مميزة، توقعاتك للسنة الجاية؟ أنت اليوم عرفت عنها وفلان عرف عنها، هل فيه حماس بيكون للموسم القادم عنها؟ أكيد إنه بيزيد الحماس، بيزيد عدد المشاركين، التجهيز بيكون أقوى إن شاء بعضهم الله. متوعد يعني. إيه. بعض الناس اللي شارك بيقولوا بعد السنة الجاية. الله يوفقهم إن شاء الله الربع كلهم. وإبراهيم وش رأيك؟ بيض الله وجه من غم على الفكرة صراحة، لكن رأيي في ناس واجد بتداقشهم السنة الجاية. يعني بتكون منافسة أقوى. شوف العالم كله يقول لا معهم السنة الجاية. إيه. المسابقة خلنا نقول فازوا بها، يمكن دائما اللي بأول شيء ما يكون عليها ضغط أول سنة، لكن السنة الثانية والثالثة بيكون عدد المشاركين أكثر، بيكون استعدادهم أكثر.
استعدادهم أكثر والخبرة صراحة في ناس معهم خبرة وأتوقعهم اللي بيأخذونه. ممتاز. بنرجع طال عمرك عند أبو محمد. لبيت مكة. وش حالك؟ طيب. أبو عبد العزيز يقول مرحلة الهجن هي أصعب مرحلة. طبعاً بعد الهجن نجي مسألة الذبح والصالح، طبعاً هي ضمنها ضمن فعاليات اليوم الأول. نعم. وشلون شفت أداء المجموعة بشكل عام؟ والله شوف كل مجموعة إيه؟ تشوف الأفضل. ممتاز. يعني الناس تيك مثل ما تقول الصامم، معنوياتهم فوق وكل من يبغي الفوز يبغي الناموس، فتشوف فيه الحماس على المسابقة وما تشوف فيهم التعب. طبعا هم يوم من إرهاق 40 إيه هذا السؤال الهجن. يوم جاءوا يبون يدخلون على المرحلة هذه كان ملاحظ على المشاركين التعب؟ لا والله ما تلاحظ عليهم التعب، جايين فيهم حماس ويبغون يخلصون الشغل ويبغون الدرجات وتشوفهم متفاعلين متفاعلين جدا. طيب السؤال، هل أدوا المهمة اللي هي في الليل في الوقت المحدد ولا؟ نعم كلهم أدوا. كلهم؟ نعم كلهم أدوا. طيب وين خلل؟ أبسألك أنت وبسأل أبو راشد. نعم. وين خلل الأرقام في المجموعة هذه؟ هي علامات يا أبو جخير. إيه. عبد العزيز قبل شوي يقول ياصل الأول، الأول له علامة بس إيه؟ إنك تحافظ على ماك وتحافظ على ذهابك اللي على وتجيب الأول، هذا بعد أحسن وأحسن. هذا أحسن. إيه نعم. سمعت؟ والشباب كل واحد خذ علامته، ما فيه اللي خذ العلامة كاملة، سبت في أخطاء بسيطة ما هي بس كأداء وأنهم جابوا في التوقيت والمهام المطلوبة منهم. عز الله العزيز إن الشباب ما قصروا وصاملين وعندهم العزيمة. ممتاز. وما قصروا في شيء، بس الإعداد له دور والأخطاء اللي تصير لها دور. واللجنة ما ترحم؟ لا شوف كل واحد يأخذ تسجل كل شيء، كل واحد يأخذ حقه أكيد. بس أن أنتوا عاد معروف أن كل المشاركين معهم لجان ويسجلون الأخطاء. نعم. حتى لو ما قلتوها لهم. نعم نعم. هذه ملاحظة لازم يعرفونها. نعم. المشاركين مو كل الأخطاء لازم أنك تعرفها يا أبو عبد العزيز، فهي أشياء يمكنهم يسجلونها. نعم. صح يا أبو راشد. طيب خلونا نبي نطلع المحور جديد، لجنة الصيد. مرحبا بكم. أسهلا. الله يحييك. مرحبا. الله يحييك. حدثنا وش اللي صار معاكم في الأشواط اللي قبل وشو استعداداتكم للمرحلة الجاية؟ إن شاء الله استعداداتنا السنة أحسن من العام إن شاء الله. إيه؟ وبدأنا تأهيلي الأسبوع اللي طاف. ممتاز. بدأنا تأهيلي وعندنا 6 أشواط تأهيلية محلية هذه، وعندنا طال عمرك شوط نخبة بعد. ممتاز. أي شوطين نخبة وشوط نهائي نخبة. شوط نهائي نخبة وعندنا طال عمرك بعد ملاك. طيب الله يطول عمرك. فيه أنتوا أصدرتوا قرار أو إن في شوط ملاك وهذا كان مطالبين فيه الملاك ولا من عند اللجنة؟ لا. حدثنا عن الشوط هذا اللي الله طول عمر الشيخ ناصري يعني يشجعون الربع ويعطونهم يعني يبغوا الكل يستفيد يعني. ممتاز. وسووا لهم شوط ملاك حق اللي ما استفاد يستفيد يضبط روحه شوي يضبط سلقانه ويدش الشوط الملاك. ممتاز. وان شاء الله الجميع توفق. شلون كان التنافس في الشوط التأهيلي الاول؟ والله حلو. شوطين كانوا يعني متميزين الصراحه، وسلقان كلها قويه ما شاء الله، لكن شيء اقوى من شيء يعني. الحماس بيكون في الاشواط القادمه في ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد اكيد. ممتاز. ان شاء الله. بدال ما نتكلم عن فارس الموروث خلنا نلتفت لكم شويه، نبيكم في موضوع، لان باقي عندنا فارس الموروث اليوم الثاني، بس ناخذ مع اهل الطيور عاد لهم حق علينا. حياك الله يا ابو علي. الله يبقيك ويحييك. تكلمنا في البدايه وقلنا انك حصلت على المركز الاول والثاني في شوط الحرار، ما في منافسه؟ لا والله الا فيه منافسه، لكن الحمد لله ان الله وفقنا واخذنا الاول والثاني. لكن طيب طيور انت فايز في بطوله سمو الشيخ محمد بن ناصر المركز الاول، قلت لهم يا جماعه المركز الاول، قالوا المركز الاول والمركز الثاني، وين المنافس؟ وين؟ والله تخبر عاد الطيور تصادفها على يصادف الهواء يطيح في حظه الهواء ولا يزيد. أيه. تخبر لكن الحمد لله. طيب معناته ان بنروح الاسابيع الجايه كلها عندكم مسجله بساميكم ولا وش الوضع؟ لا بتدخل الطيور يعني. أيه؟ بتزيد الطيور بتكثر في الشوط. اللي بيجهز ولا اللي بياخذ له طير لا بد يعني. بس انت حاصل على المركز الاول في بدايه الموسم زين، يعني باقي عندك اشواط قدام، هل الرقم هذا بيخليك لازم انك تحافظ على المركز هذا توقعاتك انت؟
لا ان شاء الله اكيد نبي خليه، لكن في بعض الطيور مثل ما تقول ما جزت للحين. إيه؟ ما اخذت جاهزياتها كامله. لك ولا عند المنافسين؟ عند المنافسين. ايه وانت عارف الشيء هذا. هو بيحاول اني احافظ على مركزنا. ايه خلوه الرياجي نخلوه. ايه طيب، لكن انت تدري ان المنافسين ناويين الاسابيع الجايه انه يكون لهم كلمه. ما حد داخل الشط ما هو بناوي. إيه؟ كلنا على الاول ممتاز، لكن ان شاء الله الله كريم، الله يوفقنا ويا اخواننا في السباقات الجايه ان شاء الله. نشوف ابو ابراهيم سم شلون فلت بالمركز الاول والثاني بهالسهوله يا ابو فلت. شلون شو المشكله اللي جات عندك في الشو؟ ما في مشكله عندي انا، ما في مشكله. إيه؟ بس في ترتيبات ان شاء الله، اعاده حسابات. لو علي الضال. لا انا صحيح انا افرح له والله، الرجال ذول يفرح لهم لباس. طيب شلون شفت؟ لكن عندنا عاده عندنا حسابات. شوط احنا جايين شوط الحر. ايه حاطين في رؤوسنا. انا دائما ترى من المشجعين للمنافسات اللي تصير في الاشواط عندكم يا الصقارين، لكن شوط سمو الشيخ محمد بن ناصر وجاي وراه الاشواط الاقوى والاقوى والاقوى. في طيور، في طيور في الشوط. أيوة. هذا السؤال. شو استعدادات؟ طيرنا بس في كم طير قويه، في طير فيصل قوي، فيصل مفرح، برغش طير طيب، في كذا طير. دائما ابن كمبش في الحرار دائما يكون حاصل على الارقام، بس الظاهر ان ابو علي كسر الرقم عنده السنه هذه. ابو علي ما كسر الرقم. ها ليه؟ ابو علي فاز في الشوط هذا في المركز الاول. نعم. طيب عندنا انت في شوط الشواهين. نعم. من اكثر شخص ما توقعت انك يعني تفوز عليه في الشوط هذا؟ لا انا متوقع الحرار والشواهين، متوقع في طير قوي معنا فيه. ايه هو اللي كنا حاطين له حساب. ممتاز. واليوم شفت لي بكر طيب. عندك انت كسرت المركز الاول اللي هو كان عبد العزيز العجمان، خالد. نعم. عبد العزيز. نعم طير كان طيب. المركز الاول بعدين انت جيت بعده وكسرت. نعم. توقعت انك تكسر في الطير هذا؟ بتوقع، لكن طير العجمان طيب. طيب مو هو في الشوط هذا. انت تشوف وين وين الصعب يا ابو ابراهيم، في الحرار ولا في الشواهي؟ بصراحه والله كلها صعبه وبكرهها صعب. ما ابغى اجابه دبلوماسيه. والله كلها صعبه وبكرهها صعب. جير الشاهين شوطه في البحرين الحين شوطه قوي قوي قوي، يعني في طيور قويه التبوع تطرح جير الشاهين يعني. طيب انتم كمنافسين وكاسماء قويه في المسابقات، هل انت الصح انك تجي باللي عندك كامل من البدايه، ولا انتم قاعدين ترتبون؟ ما حد يذخر شيء. لا انا هل في مفاجآت؟ هل في ناس للحين عندهم طيور ما جاوا يشاركون بها، ولا وش التخطيط عندكم؟ لا اللي عنده عادة حسابات يشتري بس الحين، يشتري الحين. نعم علشان ينافس في الاسابيع. نعم. الجايه. اما انه مساله تكتيك او انه مثلا طير ما خليه يشارك. لا لا في 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 منافسين في نعم سووا الخطة. ما نزلوا طيورهم. ايه. طيور عندهم قويه الا في شوط السيارات. ايه. يعني كتكتيك يعني. لا لا العام لحظه لا. ايه. العام كان التشبيه. ايه؟ والتأهيل من أول شوط ما جاءنا إلا في شوامة فتح لنا. ايه؟ وصارت إعادة حسابات فازت الطيور. في طير تأهل وده رعية وأن كلكم تدرون ما حضر إلا على شوط سيارة. نعم. وهو عنده من البداية. أي أهل. ايه. الطير. ايه. أوكي تأهل. ايه. الطير بالطعش بس جاء وخذ أول. ممتاز. ايه. أبو راشد إيش رأيك في الشوط؟ كلمنا عن الشوط وعن المنافسين. الأشواط قوية. ايه؟ ما في تتوقع ان واحد يفوز بعينه. ما في الشوط بياخذه واحد يعني المواسم اللي قبل ابطال ومعروفين وكان لهم اساميهم وكذا. الشباب السنه الحين ما عاد الشباب كلهم ابطال ومعروفين، ولا نقدر نقول فلان بيفوز. زين كلهم مستعدين وكلهم ماخذين من العام وهم قاعدين يجهزون حق السنه هذه. طيب من انتهى الموسم وهل عندك يعني تتفق مع وجهه نظرنا ان في مفاجآت، في ناس لهالحين ما جابوا طيور يخلونها بعدين، ولا اللي عنده كذا بيجيبها لهالحين؟ لا والله انا توقعاتي هالسنه اللي عندهم كلها بينزلوها من البدايه. من البدايه؟ نعم. المجال التسجيل مثل ما قال ابو ابراهيم اللي بشتري وبجي، ولا خلاص راح عليه التسجيل؟ لا لا التسجيل مفتوح كل اسبوع، كل بطوله من بطولات الشيوخ الله يطول اعمارهم لها تسجيلها مستقل. فيها تسجيل. نعم. اها وهذه بعد ما عاد يخلي لهم عذر. نعم.
وش رايك في الخطوه؟ ما في مجال له عذر. ما في عذر. ما في عذر. لا لا. طيب شلون شفت الاجواء؟ انتم دائما انتم تتكلمون عن شغلتين. شوف يا انا بوقف معاكم، انتم دائما تشتكون من الاجواء وتشتكون من السنسر. علمني وين المشكله اللي صارت؟ يعني وش مشاكلكم انتم كسجارين؟ الاجواء الطير وطير، وهذا حظك. بعد عزكم على موضوع هوا وما هوا. لا لا هذه هبات من رب العالمين، انتم حظك عاد مع هذا الطيرك. ممتاز. لكن السنسر يا ليت يصير فيه ترتيب. يعني هل انتم عندكم مشكله في موضوع الاعادات؟ شوي اي والله اي بالله اسمح لي. ايوه اخذ راحتك. لا الاعادات عندك مشكله انت كمشارك في موضوع الاعادات؟ اذا انا ماسك اول ايه او ثاني او ثالث او ثالث اي والله الاعاده تثر علي انا تثر. نعم ما اليوم اليوم ما في اي مسابقه في العالم ما يصير فيها اعادات. في دول الخليج مسابقات يشوفها فيها اعادات. طيب سبب الاعاده امس كان عندي 110 طيور ايه سمعت تاهيلي الجيرات ايه صار عندي اعاده واحده في المياه كامل اي او اعادتين راشد. أيه ممتاز سمعت. اليوم صار عندنا مشكله بسيطه وبنتفاداها ان شاء الله من جميل. بكره بنتفاداها. انا بفهم نقطه الحين الاعادات لان السنسر ما قرا النتيجه صح؟ إيه عندنا اليوم صار انطلاقها والنهايه صح؟ اليوم صار عندنا اعادات لان سنسر النهايه صار فيه ما قرا. ما قرا. انا برجع عليهم الحين. اي نعم. الحين كيف ما تبغي اللجنه يعيدون وانت لا. مشاركتك معروفه. انا ما تكلمت على اللجنه. إيه؟ اللجنه بيض الله وجيهم. طيب انا اتكلم على السنسر وش نسوي به؟ ما قرا. لا 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 ما قرا. طيب يدبل يدبل سنسر عادي. اوكي انا الحين انا في صفه اللجنه وانت مشاركين 20 شخص. الثلاثه ما قراهم السنسر وش اسوي؟ الغيهم؟ لحظه زين ها تبين اتكلم ابي الحل. ايه تفضل عطني الحل اللي عندك. نحط سنسرين عادي. انا بامكاني احط سنسرين. إيه؟ بامكان وبتشتغل سنسرين بس السنسرين ما هي طالعه في لا تطلع لا تطلع في الشاشه. يطلع لي واحد لو هذا ما مسك الرئيسي إيه؟ يمسك اللي عنده هو. زين انا واثق وبتقتنع انت يقتنع. لا أنا كمشارك لا لا ابراهيم انت مقتنع في اللجنه. انا واثق انت باللجنة. واثق في اللجنه زين بس غيرك الحين بنصير مصدر أيوة. شك. نعم انا بتكلم براشد. عنكم يا اللجنه هذه في دول الخليج كلها كذا. بقول لك حاجه يا ابو ابراهيم اذا ما قراه اللي يطلع قدام الناس الثاني ما استفيد منه لانه بيجي انت واثق وبتجي بس غيرك بيجي يقول لا والله انا ما شفت. صح يا ابو راشد؟ نعم. انا ما شفت ما ادري كم نتيجتي سووا لي عاده الا يقراني السنسر اللي يطلع قدام الناس. نعم فنرجع لنفس الموضوع. امس تاهيل احنا ما شفنا ولا نتيجه واثقين باللجنه. انا عندي 3 جيرات شاهين ادري انها قويه ما دخلت من ال20. انا ما اشك في اللجنه في يعني ولا 1% ما دخلت الشك ولا الله ادري انها قويه ما دخلت. بس ان انا اذا ردنا على موضوع الاعادات لان كنت تقول الاعادات عندنا مشكله فيها وفي نفس الوقت اقول لك لا يوجد حل اخر. اكيد اذا ما قراها السنسر من الطبيعي اني بعيد له. ابو خير ان شاء الله في حلول واحنا قاعدين ان شاء الله قاعدين نجهز الحلول قاعدين نحاول قاعدين نكلم المصدر اللي ممتاز. قاعد يجهز السنسر واللي قاعد يضبطه عشان نكون الافضل. راسلنا وخاطبنا وكلمنا علشان كاميرا الفوتو فينيش. الفوتو فينيش انا بقولها تو ابو راشد ما قال انا قلت له. اي نعم تو يعني تو سنسر اثنين سنسرين والفوتو فينيش هذه اصلا هو يقولون انها موجوده صراحه ما تركب على السنسر هذا ما ادري يعني. طيب ممتاز. ما انت تشوف ان هذه اذا وجدت خلاص ما عاد تحتاجون يعني. لا ما توقف. وبراشد يقولهم قاعدين يمشون على الموضوع هذا ان شاء الله. لك طيب ما ودكم عاد نشوف اليوم الثاني وش صار على مسابقه الموروث ونرجع لكم. توكل انتم مواضيعكم ما تنتهي من 5 سنين يا اهل الطيور والله ما تنتهي مواضيعكم. مشاهدينا نشوف تقرير الخاص بفعاليات اليوم الثاني من مسابقه فارس الموروث ونرجع لكم. في وقت مبكر من فجر اليوم الثاني من مسابقة فارس الموروث اجتمع المشاركون 8 في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة والمحاذية لموقع المسابقة استعدادا لمرحلة الخيل والمقدرة بمسافة 60 كيلومتر مقسمة على مرحلتين. وتركز اللجنة على مهارة المشارك وسرعة الخيل بالإضافة إلى نبضات القلب التي لا يجب أن ترتفع لمعدلات عالية. انتهت المرحلة الأولى وتمكن جميع الفرسان من اجتياز الفحص البيطري واستعدوا لموعد انطلاقة المرحلة الثانية على جواد المشارك محمد عبد الله رستم
الذي تعثر جواده في الفحص، والمشارك محمد مناحي الذي قرر الانسحاب من السباق والأخذ بمشورة العيادة الطبية التي نصحته بعدم مواصلة السباق بعد أن تعرض إلى إصابتين بالرغم من اجتياز الجواد للفحص البيطري بنجاح. انطلق المشاركون الستة في المرحلة الثانية بنفس الهمة والعزيمة التي كانت في المرحلة الأولى بسرعات متقاربة تتراوح ما بين 14 إلى 18 كيلومتر في الساعة. واستطاع كل من المشارك محمد الغيص وراشد الرويعي ومحمد المشخص وعزام مبارك من الوصول إلى خط النهاية واجتياز مرحلة الفحص البيطري الأخيرة، بينما تعذرت جياد المشارك محمد المعمري والمشارك نايف المعمري من اجتياز المرحلة الثانية. وانتهى برنامج اليوم الثاني بمرحلة الرماية التي شارك فيها المتسابقون بالرمي المتحرك على الصحون الطائرة بسلاح الشوزن، إذ منحت اللجنة 5 طلقات للتجربة قبل احتساب النتيجة بهدف قياس مهارة المتسابق في الرمي على الصحون من 5 مواقع مختلفة. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مجددا بعد ما شفنا وياكم تقرير اليوم الثاني من مسابقة فارس الموروث. وابو عبد العزيز يقول أنا منسام محترف في الخيل. شلون كان الأداء يا ابو عبد العزيز؟ شلون شفت الشوط؟ الحمد لله رب العالمين. الله وفقني فارس مبروكة. نعم. كانت يعني بيسها طيب نازل وساعدني كثير القلب في اني الحق على الشباب، يعني لو كنت انا قاصر على السرعه وما كنت الشباب ان شاء الله ما اخذهم الحماس وكانوا مطيرين، بس انا كنت قابض على الفرس وكان لو هم سبقوني في الميدان، لكني وقت اللي اجي حق الفحص القلب الفرس ما شاء الله طيب. قدرت توازن بين السرعه وبين نبضات القلب وتشوفها كشروط عاديه في اي بالله إيه كانت واضحه والحمد لله معدلات السرعه اللي جت فيها كانت على المطلوب في وقت قياسي ممتاز. فما كانت هناك اي مشكله في لا بالنسبه لي الحمد لله. ابو ضياب كانه يمدح مجموعتكم عن الخيل اثناء التقرير، ايش تقول لل... لا الخيل انا اقول العرقاله هي الخيل. ايه اي شوف انت كم واحد يوصل منهم ايه يا يضلع يا دقات القلب هو. فينكبك الخيل، يعني بعضهم كانوا في كل شيء زينين الا في الخيل. الخيل نزل الدرجات يعني اللي عنده اصابه واللي عند الخيل ودقات القلب، يعني في خيل راكضه 120 ما عنده مشكله. إيه؟ يوم ركضت الكم كيلو دي طلعت مثل ما قال طلعت ولا اللي قبل كان الخيل عندهم اي كانت المشكله الخيل، بس ازيد شيء هي العرقاله انها كدقه. خلينا ناخذها من موضوع انها دقيق شوط هذا هو بالارقام وبالدرجات وبالحسبه وبالسرعه وبالفحص ودرجاتها عاليه درجات اذا متوصل مشكله اي اذا متوصل وتاثر يعني خلاص دام ان درجات الخيل عاليه فاكيد انها تاثر على جميع المراحل. شوف المطايه يمكن واحده اللي ما وصلت كانها وصلت، لكن الخيل شوف كم واحد طلع ممتاز. اي بنتكلم مع ابو محمد عن الرمايه، شلون شفت اداء الشباب؟ والله انتوا كلجنا شلون عديتوا لهم الرمايه الاسبوع الاخير؟ والله مثلها اللي على الصحون نفسهم 3 مجموعات اللي دشت كلها ترمي نفس الرمايه على الاطباق الطائره دي الصحون، لكن يعني في ناس يمكن كلهم هالخبره وعندهم قد رموا من قبل، لكن يمكن يلحقهم التعب من بعد الخيل 60 كيلو اللي هي على الرمايه، يمكن التركيز يكون عنده اقل او انه جسمه تعبان، يعني الرمايه يبغى لها تركيز يشكل الموضوع التركيز اصلا التركيز طال عمرك اهم شيء. نعم يعني. نعم التركيز وتعب الجسم يمكن انه ما يقدر يركز ولا جسمه ينفض. جميل عرفت. اليوم اللي كان فيه شوط لمجموعه الرمايه نعم او فعاليه الرمايه الاجواء كان في شوي غبار او كان في هواء شوي. طيب هل اثر على موضوع الرمايه الشباب ولا لا؟ والله وجهه نظرك بالموضوع. لا والله الشوزه ما تاثر عليه لان الرمايه تقدر الصحون تقصر على السرعه مالت الصحن. فيمكن اذا ما في هواء تزيد على السرعه، لكن وقت الهواء تقصر على
سلعة الصحن وهو طاير. طيب ناخذ رأي أبو عبد العزيز في الموضوع. شو رأيك في الرماية؟ والله اليوم الرماية كان على هوا صليب. ايه. لو ما يأثر في الصحن بس ايه. يأثر على اللي بيرمي، اللي واقف بيرمي عقب هالتعب وعقب هالمجهود. ايه. يبي يصلب نفسه لكن الهوا. تتفق مع أن الموضوع في الرماية موضوع تركيز؟ ايه. وهل كان عندكم مشكلة لأنه يجي بعد الخيل ولا عادي؟ وين انا بعرف الرمايه وين نصنفها؟ هل نقول انها سهله مثل مرحله ابو راشد ولا صعبه مثل الهجن والخيل؟ هو خلنا يا طول العمر اتفق معك على شغله الله. رمي الراخة غير رمي الشده. اكيد. ها نعم بالله. اي وقت الراخة غير وقت الشده غير. ليه طال عمرك راكب لك 60 كيلو وانت مثلا راكب لك حصان ولا فرس تسحب وقدك يعني خلاص زنودك ما تحس بها من التعب، تجي عليك هوا صليب وغبار وكثافة لا مسابقة ودرجات إيه وتقييم والنفسية. يعني أنا أقول لك في بس كان لكم رميات تجريبية صح؟ أنا في التجريبي طرحتهم كلهم. إيه نفس الشباب اللي قبل. جينا في الصد. أيوة أنا أعرف وين المشكلة. إيه والله ما أدري. الحفوز يتحفز الحفوز الزايدة أكثر من واحد يقول أنا في التجريبي كنت أفضل من الفعلي. تخش في نرفزة شوي تحس إن هذاك ما كان محسوب. التجريبي تعرف هذا اي شيء معلمينكم انه مو محسوب تجربونه فالمفروض انك تصير افضل. شوف انا اقول الرمايه نفسيه. نفسيه اذا خطيت صحن خلاص في ناس معناته تطيح عزومك صادق فيخاطي اللي بعده ويخاطي اللي بعده لكن اذا يركز في الثاني ما طاح ما طاحت معنويته ولا طاحت عزومه ان شاء الله انه بيصير. بس كان في الهواء احسن كان الصحن يوقف فوق يوقف فوق ويطيح. كان كنا فان الصحن اللي مناحر الهواء لكن اللي ويا الهواء الاغلب مناحر اسرع من الذهب الاغلب مناحر يجيك مسرع بس الاغلب مناحر واحد الصحن اللي دابر واحد والباقي كله مناحر يوقف فوق بس الناس تستعجل الناس هو لو ان الهواء مؤثر ما جبت شوف الهواء احسن يعني ما جبت التجربيه كامله. يا ابو خير انت تقول مرحله الطيور اسهل مرحله الطيور اسهل السنه هذه السنه الجايه ترى صعبه. إيه انا اشوف ان انت بديت تفكر شلون خليها صعبه. اشوفك كل شوي معود مرحله الطيور اسهل هي اصعب. انا اتفق معاك ان السنه الجايه لازم تخليها صعبه مثل الخيل والهجن. اي والله انها صعبه والله احنا ندور الزله إيه؟ عليهم. إيه؟ سمعت انت يمكن يغلط في شيء يشوفه سهل. إيه؟ زين ممتاز اخطاء بتصير كثيره فيه بس انا الحين واقفين انا راضي على لجنه الخيل وراضي على لجنه الهجن. لا تعتبر بس السنه الجايه إيه لكن لازم تشوف ان حل في الموضوع هذا يا ابراهيم بتكون اصعب. الموضوع ان حاطينك استراحه لا لازم تسهل. على العموم يعطيك الف عافيه. الله كانت المجموعه مميزه في جميع مراحلها. اللي ما حلفكم الحظ فيه قوه المجموعتين اللي قبل يعني اللي انا فهمته من الشباب انها كانت المجموعه الثانيه والمجموعه الاولى جابوا ارقام لم تكسر في الاسبوع الاخير لكن هذا يعطي حافز في المواسم القادمه انكم يكون تجهيزكم اكثر وعليك انت اكثر لانك انت صاحب المركز الاول ومتصدر المجموعه يعطي حافز الموسم القادم. انت وجهه نظرك بتكون جاهزيه افضل تقييمك على المسابقه تفكر تشارك في المواسم الجايه؟ حدثني عن المسابقة بشكل عام. بشكل عام يا طول العمر أنا أقول لك إن المسابقة هذه اللي فوت عليه المشاركة هذه السنة لا يفوتها السنة الجاية من الشباب اللي فوتوا عليه المسابقة لأن هذه المسابقة بشكل عام اللي خليني اللي خليني أنا لها اعتبار خاص بالنسبة لي أنا شخصياً واللي خليني أعتبرها مسابقة مميزة. اللي يميزها عن اي مسابقه ثانيه في العالم انها يمكن المسابقه الوحيده اللي ما فيها خسران. نعم كل من طالع من المسابقه هذه فايز مكسب ولا غنيمه. صحيح لان شو اللي صار طول العمر كل من صار يغوص في بحر ما هو بحره. صحيح كل من صار يعرض نفسه لتجارب مختلفه ويتعلم اشياء جديده فهذا شيء طيب كانك في معسكر تعليمي تدريبي فهذا شيء طيب. هل الخيل تم يروحون عند هل المطاير يكون مطاير ومنهم من امتلك المطيه لاول مره في حياته
ذمتك هذا ما هو بمكسب. نعم صحيح. وهل المطاعم المشاركين اللي قبل الله يطول عمرهم ووفروا وفروا الهجن. نعم. وفروا الطيور وفروا الخيل المتدربين. هل الهجن تمون يجون عند هل الخيل يكون خيل واللي نعم. عمره ما نقل الطير صار ينقل الطير. المشاركين اللي قبل كانوا يقولون بغض النظر عن النتيجة تجارب في حياتنا لا تنسى. إيه يعني حطوها كأنها تجربة فعلا فخورين الشباب فيها وفرحانين فيها متنومسين. وبعضهم يؤكد على وبرجع السنه الجايه مثل الشباب بتعطي حافز للسنوات الجايه بيرجعون السنه الجايه. على العموم خلصنا لسبعه ثلاثه. وصلنا تصريح قبل شوي من اخونا الغالي خليفه القعود رئيس اللجان العليا المنظمه لفعاليات الموروث يقول للموجودين وللمشاهدين وللثلاثه المتاهلين ركزوا على هذه ان المرحله الاخيره مرحله مرعبه. اذا كان تشوفون الخيل صعب والهجن صعب يقول المرحلة الثالثة جميع المراحل بتكون صعبة. فالمتأهلين ثلاثة ونقول لهم الله يعينكم من الحين. ليش؟ مثل ما قال أبو راشد ومثل ما قال أبو عبد الله نحن نريد أن نصل إلى فارس الموروث وفارس الموروث لازم يكون قدها. وأنا أقول إن شاء الله إن شاء الله بيبيضون الوجه بيبيضون الوجه وبيكون فعلا حتى المنافسة بين الثلاثة قد المراحل وقد صعوبتها. يعطيكم الف عافيه جميعا. نرجع ربعنا ابو راشد ابرك الساحه. طيب ابو علي حياك الله. الله يحييك سلمك. سمعنا الحين من ابو ابراهيم بعض ملاحظاته. انت وش وجهه نظرك عن اللجان عن الترتيبات عن يعني في شغلات جديده مثل التسجيل الالكتروني مثل اعطونا رايكم. عز الله ما قصروا يا ابو شخير. افضل ما سووه اللجنه في هالسنه ان الطير عندك لا قبل الهدد بثلث ساعة. ممتاز. بغيت تحفزه ولا بغيت تصرف فيه باللي انت بيه تاخذ راحتك مع طيرك مو مثل الاول قبل اربع ساعات تقريبا تدخله في الخيمة وتربطه جميل. النظام السنة هذه سبع بطولات كل بطولة تسجيلها مستقل مثلا مثل ما قال ابو ابراهيم وابو راشد عندك فرصة انك تجيب انك تشتري انك تجهز. هذا ما يعطي حافز ان المنافسات تكون اقوى بالنسبه لكم انتم كمشاركين؟ الا تعطي حافز يا ابو تخير وبالعكس حق تزيد منافسه. يعني لو شافوا لو احد متسابقين شاف الشوط مثلا مثلا شاف الطير ماسك الشوط ممتاز شارى طير اقوى اقوى ودخله وزادت المنافسه تخبر المسابقين كلنا يبي الاول ممتاز. ابو ابراهيم ابغيه في الموضوع. تعال يا ابو ابراهيم انت من الاسماء سم. الابطال المميزه اللي دائما تحضر معانا في الاستديو يشرفنا تشوفونا ودائما تكلمت لكن السنه هذه اول مره نستضيفك فكان عليك سم. طاري في اول الحلقات انت من الناس اللي تكلموا وطالبوا في اشياء تطويريه احنا اليوم نشوفها على ارض الواقع في تسجيل الكتروني في اتاحه الفرصه لكم كل بطوله تسجيل مستقل فيه فروخ الشواهين الأشواط اللي أنتم كنتوا تطالبون فيها يعني كنتوا تجلسون في المجلس وتطالبون والنخبة البحرينية والنخبة البحرينية بيض الله وجههم. أنت قبل شوي تقول أنا أقول ملاحظات أنا ما قلت ملاحظات أنا أقول وجهة نظر ولا بيض الله وجههم خلاص نسميها اقتراحات ما قلت. الترتيب السنة هذه حدثنا عنه هذه الشغلات الجديدة اللي استحدثناها في الموسم الخامس. لا والله ترتيبهم ممتاز صراحة. فائدة التسجيل المبكر الإلكتروني عندكم مش ما اللي لا الحين لا الحين ما سجلنا إلكتروني احنا الحين نجي نسجل ويتحجل الطيور عقب التحجيل اتوقع يمكن تسجل نعم. الكتروني حجل الطير التشبيه عشان التشبيه ما يصير الكتروني ولا هذا لا احنا نتكلم عن هذا نحجل ونشبه ايه؟ وعقب القرعه والتسجيل الباقي القرعه الالكترونيه دخلت القرعه الالكترونيه الان يجينا مسجات ايوه وقت طيرك والتايم اللي بينهد فيه طيرك هذا اللي نتكلم عنه هذه كان هذه تعتبر لاول مره ايه تطبق نعم. في ميدان البحرين نعم انت تشوفها ممتازه اي والله ممتازه يتمسكون فيها في المواسم الجايه اي والله ممتازه كان بيجي الهدد نفس التايم ممتازه الحين احنا بالترتيب يعني عرفت بس انه يعني يعطيك تقريبا انك تهد بالوقت هذا هو مجتهد بيض الله وجهه انتم كراحه يا المتسابقين تبغون ترجع القرعه
على الوضع الأول ولا تشوفون أن القرعة الإلكترونية منصفة لكم؟ وش الأحسن؟ والله أنا بالنسبة لي منصفة عادي، ما في مشكلة عندي. إيه؟ في ناس يقول لا والله أنا يمكن هذا كذا، يعني الشكوك الزايدة أنا ذي اللي ما تصلح. فالقرعة الإلكترونية تستبعد عن عادي. عن جميع المشاركين موضوع الشكوك. أنا أنا بالنسبة لنا ممتازة جدا صراحة وجهة نظري أنا. كل واحد من الصقاقير طول عمره يحتفظ في طيره عنده في سيارته ولا تحت عينه يشوفه، لا هو خايف من الطيور الثانية انها مريضة. نعم انا ولا طاهر جبو راشد، انا عندي طير لو احطه على الشبة تكسر، لازم احطه في السيارة وعلى وكرة ذا والمكيف شغال عليه قبل هدد انزله بيض الله وجهه. انا العام كنت انزله في حصاته واخليه مو على الشبات. عدد البطولات لما نتكلم عن موسم 7 بطولات تعليقك؟ عاد في فرصة أكثر من كذا؟ لا والله ما في فرصة، بيض الله وجهه. أنا واحد أقول ما في أحد سوى ذا البطولات والعدد هذا كله. بيض الله وجه الشيوخ، بيض الله وجه الشيخ ناصر والشيخ خالد على راسهم الملك، بيض الله وجه أبو عبد الله ما قصر، سادين معنا جدا، ونطلب منهم بس البطولة الجاية ينسقون لنا مع سباق دبي ب 12 و1 اللي هو الأشواط الخليجية يعني. هذا عنا نهد لحظة، وعدناكم خير. أنا أقول بيض الله وجههم متساعدين معنا. أنا قلت لهم وجهة نظري لي وجميع البحرينيين. نعم هم يمثلون الدولة برا ب 12-1 دبي، حنا نهد هنا ب 11-1 الحرار والجيار 12-1 يقدمون لنا بس إن شاء الله شوي وبيض الله وجهه. ممتاز أبو إبراهيم، كل سنة تساعد مع أنا شاهد الآن في أشواط تأجلت مشاركاتهم الخارجية. لما نقدم يا بنقدم ما في مشكلة عندنا احنا، بس تنسقون لنا بيض الله وجهه. التقديم بالذات لا لا عادي، أنا قصدي يعني تقديم تأخير أنا بالنسبة هذا موضوع أنا أبغي موضوع ثاني. أنا أبي أفهم إيش موضوعكم في النخبة، ليش تطالبون بانه يكون عندكم نخبه بالاضافه ان عندهم 7 شواط؟ انا اشوف ان طلبات مواجهه. لا يستاهل موجود النخبه لا ما نطالب موجود بيض الله وجهه. أيوة للسنه الاولى. نعم انت انا كنت اشوف ان النخبه المفروض انه يبقى مثل وضعه، المشاركات المحليه مع المشاركات الخليجيين علشان يكون شوط قوي. انت تحتاج النخبه بينكم ليش؟ شنو فائدته؟ زين اوكي بيننا وان شاء الله انهم بيدخلوننا مع الخليج. هو فعلا بتدخلون مع الخليج؟ اي هم بيدخلون بس في اضافه شوط خاص لهم. بيض الله وجههم. نبغى المنافسه انا كذا بميل عليك والله طلباتهم واجد. غير نبغى المنافسه بينهم. اقول لك نشوف هذا كرم منهم. ويبيض وجهكم، والله انكم متحملينهم، منكم ما قصرتوا. انا خلاص 4 سنوات وانا مع المشاركين، الموسم الخامس انا معك يا رجال. طول عمر شو احنا نقول بيض الله وجهه. شوف والله الحين كان ضغطنا شوي. نعم. والله يستاهلون طول عمر. النخبه البحريني، شوط النخبه البحريني يفرق عندكم ان انا فزت في الشوط العادي او اني فزت في الشوط النخبه، ولا اهم شيء اني افوز بس انا كمشارك؟ أكيد النخبة أكيد إنها مميزة، أكيد غير مثل طيري الحين فاز، طير النعيمي فاز، خلت هذه النخبة ممتاز. برجع لبراش أنا العام كنا نعرف أن الفائزين اللي متأهلين يروحون مع شواط النخبة الخليجيين. صحيح. من اللي يوصل شوط النخبة البحريني؟ الأوائل، كل أول يتأهل دايركت. إيه الأول من كل بطولة من كل شوط. من كل شوط. نعم يتأهل في حالة انها تكرر ان الطير هذا ياخذ الاول ناخذ الثاني اللي عقبه. ممتاز. شوط النخبة ما فيه توزيعة الانواع كلهم مع بعض، الحر مع الشاهين مع الجيرات لا الحر والشاهين بروحها والجيرات بروحها. ما شاء الله بيض الله وجهكم. ما شاء الله يستاهلون. انا والله متوقع كلهم اشواط، انا توقعت ان كلها مع بعض. لا بيض الله وجهكم. لا مستانس. ها مستانس بعينين. اي والله اي والله مستانس. مبسوط. اي والله. طيب يا اخي جير الشاهين وتبع الجير ما ينطرح من حرق من وحوش يعني. كذا اوكي الحمد لله. بس يعني ان النخبه الخليجي كان شامل صح؟ إيه لا النخبه الخليجي نفس الشيء، الحرار وشوهي مع بعض والجيرات بروح. طيب ابو علي الشوط الجديد الفروخ، اعطوها المايك، شلون شفت مشاركاتك في الفروخ؟ شلون شفت الشوط الأسبوع اللي طاف؟ والله شوط مميز ما شاء الله، شوط الفروخ
وبالعكس خذت حقها الفروخ. الأول كانت تدخل مع القرانيس لكن نصيبها يعني مثل ما تقول طبعا شوط لحالها. اللجنة عندهم كلام ثاني على الموضوع هذا، احنا ناقشناه الأسبوع الماضي، كان عندهم عتب في أن الشوط هذا استحدث بناء على مطالباتكم أنتم كمشاركين لكن الأعداد ما كانت من المتوقع. طالبهم طالبهم بزيادة الأعداد، علمنا قول طالبهم بزيادة الأعداد ويدرون وقليل لهم لا أبقى على الهواء الحين استحدثنا لهم الشوط صح؟ نعم. وش اللي صار على أرض الميدان؟ اسمعوا يا أبو إبراهيم، اسمعوا يا أبو علي، اسمعوا يا صقارين، وش اللي صار على أرض الميدان؟ الحوار جاني سبعة. أيوة سبع طيور. إيه بعض الصقاقير يقول استبعدت، استبعدت كم؟ استبعدنا ستة حتى لو عشرة عاد يعني بالإجمالي 16 بعد يعتبر رقم بسيط. مثل ما طالبونا في الأشواط وحطيناها نطالبهم في طيور. ممتاز. أنا مستعدين. إيه خذ المايك وعلمني بالردك على الموضوع هذا. مستعدين بالفروخ صح. إيه؟ استبعدت الطيور. إيه جات لكن يا أبو إبراهيم يا أبو إبراهيم العدد بسيط والله لو استبعدون 20. أنا بقول لك. إيه علمناها الحين. انت تقول يا اخي العام ايه بالفروخ حنا في دبي جينا كخليج ايه كانت 10 حرار و13 فرخ شاهين شوط خليجي. ايه هذا تو مستحدث، اصبر لنا شوي حنا نرتب اعمارنا. صحيح الشوط تو جديد ايه لكن باذن الواحد لحد انه يصير قوي يعني. نتمنى ان نشوف طيور ونتمنى نشوف منافسه ترى الفروخ تجهيزها صعب ايه مو بزي يعني قرناس جاهز ولا بتروح تدور القرناس. الفرخ تبي تجهز تاخذ لك 8 9 10 يلا يطلع منها واحد ولا اثنين. طيب عندك تصريح من قبل تقول منافسي الاول برغش المنصوري ونهمين ابو محمد يستاهل وياك والله لا زال منافسك الاول. اي أيوة والله كفو هو الربع كلهم منافسين. فزت عليه الاسبوع هذا؟ ما فزت عليه، برغش عنده دروب شوي لكن ان شاء الله يضبط. لا زلت تشوف انه منافسك الاول؟ بطل ابو محمد بطل بطل مو منافسي انا بالحالي منافس الجميع ابو محمد. ابي اعرف الاسماء اللي انت يا ابو ابراهيم تشوفها فعلا صعبه. انا الحين بشارك بكره عندي شوط، انا والله عندي فلان وفلان وفلان، انت عديتهم انا اموري تمام. معروفه كلها اللي في البحرين صعبين معروفين. عطني انا ما اعرف، انا توني السنه هذه اجي معك ما ادري ما اقدر اعد واجد اللي في البحرين الحين. ايه شوط البحرين من اقوى الاشواط، وبعدين لما مثلوا العام الحمد لله يعني في دبي وفي ابو ظبي اكثر الفائزين بحرينيين ترى. نعم ارتفع مستوى المشاركه البحرينيه لا محليا ولا حتى من المشاركات الخارجيه. يمكن تقريبا الرميزان عندنا بس ولا الباقي اكثر من البحرين. العماني دخل علينا بالحرارة بس هو بالضبط. السنة هذه ايش توقعاتك في النخبة الخليجية؟ يعني هل بتكونون قد المسؤولية كمشاركات بحرينية تحافظ على بيرقهم وعلى جائزتهم ما تطلع ولا لا؟ نقول ان شاء الله. والله الشباب في الجيرة انت عارف مني بالطيور اللي موجودة، انت عارف مني بالاسماء، انت شو تشوف؟ الشباب في جير الشاهين عندهم طيور قوية ما شاء الله فيه. كذا طير قوي وفي التبوع الحرار والشاهين فيه ان شاء الله. جميل. قبل ما ختم عندنا شوط بكره يا ابو راشد. اي نعم. ايه وش توقعاتكم؟ وش عندنا شوطين، شوط الجيرات الشواهين ايه وشوط جيرات الخلط. ممتاز. والشوطين كلها قويه. ايه وحس الله يوفق الجميع ان شاء الله. ما نقدر نقول فلان بيفوز، كل اللي دخلوا مرشحين نسوي لهم تصفيه. نعم. وطلع 20 طير في جيرات الخلط و21 طير في جيرات شوهي. ممتاز. هاي ابو ابراهيم ايش رايك في شوط بكره وبعدين ناخذ ابو علي؟ ابطال والله كلهم ابطال. خلصنا من شوط الحرار وخلصنا قدم صفوه الصفوه هذول. ايوه والحين 20 20 20 20 لا فيها عدد مشاركات واجد تعذر فيها ولا شيء، عندك 20 واحد متاهل حتى اليوم 20 20 لكن طيب. اللي اليوم ايه ما دخلنا تأهيل ما تدري شو الطيور اللي قدامك. ممتاز. لكن اللي بكرة شايف الطيور انت في التأهيل هناك. ممتاز. والطيور والله صراحة كلها ما عليها كلام واللي بتدخل كلها نخبة. بسم الله على بركة الله. عطني من المركز الأول؟ وين؟ ترشح بكرة. عطني. ما أقدر ما تقدر ترشح. عطني. توقع. توقع؟ إيه توقع المركز الأول شوط البداية عنده أي شوط؟ جير شاهين. ها المركز الاول شو قاعد اسجل انا الحين قدام المشاهدين قدام الحضور، وش تقول يا ابو ابراهيم؟ والله في ثلاثه تبوع جيره صراحه قويه، اللي اخذت اول وثاني ثالث قويه
في كذا جير شاهين، بس الرجال ذا عنده جير شاهين طيب لكنه متعور اتوقع الى الان. ايه ولا كان بينافس؟ ايه انا كاتب المركز الاول فاضي، عطني الاسم المركز الاول بكره من؟ ده حمد سعد. هذا سويد تبع جير صراحه قوي. حمد سعد اسجل حمد سعد باسم من؟ ما باسم محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله تفضل. وعندك زير في الشوط. والزير هو خذ الثاني الزير. ايه وهو الزير من العام وهو بطل الزير. وانت وش وضعك في الموضوع؟ لا جير الشاهين انا ابو خير. لا تسجل، لا تسجل رجاء، لا تسجل. سنسر هو اللي بيحكم بيننا. انا لا انا سنسر اللي بيحكم. بيورات في محمد عبد الله في نعيم في عندنا احنا بيورات زينه ان شاء الله. ان شاء الله في كذا بيور. وش تتوقع يا ابو علي بكره؟ والله جير الشاهين توقع سويد ان شاء الله. سويد المركز الاول. السويد ان شاء الله ان المركز الاول. ولا الشوط الثاني؟ والله البيور عاد طيور وايد. ايه وابراهيم ما شاء الله شبت مناريه من ابراهيم. يعني اسجل اسمه؟ ابراهيم لازم في كل شوط. لا سجل اسمه الجاي. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. مخرجنا يقول قربنا من الختام، شكرا لحضوركم جميعا. ناخذ كلمة ختامية من الجميع. وش تقول يا أبو راشد؟ وش تقول المشاركين بكرة؟ أقول لهم شدون حزامهم وإن شاء الله الله يوفقهم جميع، والله يطول أعمار المعازيب اللي جمعوهم. نعم وجمعونا كلنا و... نعم. والمنافسة الشريفة بين الصقاقير وعرفتهم كلهم على بعض. نعم هذا الكلام. أبو دياب أقول بكرة أتوقع يعني جير التبع بيبدع بكرة. يعني اتوقع الخمس الاوائل جيره تتبوع، لان في الهواء هي اللي فازت اول ثلاثه جيره تتبوع. اتوقع ان جير الشاهين ممتاز، لكن كلها جيره تتبوع في الهواء يعني. فبكره يعني ما في هواء فبيبدعون يعني. ابو عبد العزيز يعطيك الف عافيه، مشاركه مشرفه في المسابقه في بشكل عام، واتمنى شخصيا اشوفك السنه الجايه ان شاء الله. امين ان شاء الله. واقوى من السنه هذه بعد ان شاء الله. الله الله يعطيك الف عافيه. اختم ودي اختم بخالص شكري وامتناني لسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمه المتواصل ولا محدود لهالانواع من الرياضات، خصوصا رياضه الموروث الشعبي اللي اعطتنا احنا الفرصه كفرسان ومشاركين ان احنا نعكس صوره ولو جزئيه عن الهويه البحرينيه الاصيله. صورة مشرفة للأمانة. نقولها بوجيه في قفاكم، يعطيكم ألف عافية. طول عمرك سنك. أبو علي إيش تقول الكتاب؟ أقول الله يطول أعمار الشيوخ وإن شاء الله بكرة الشوط وبعد بكرة إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. أبو إبراهيم. أول أشكر الشيوخ، أشكر الله على الفوز، أشكر الوالدة على دعائها، أشكر إخواني جميع على تعبهم في الطيور، خاص سعد وخالد في الدعوة. الناس اكثرها تدعي صبيان، بس احنا خالد وسعد هم اللي يدعون. بيض الله وجههم جميعا. يستاهلون، تستاهلون طال عمرك. وش تقول في الختام؟ قبل ما نقول وش تقول، اشكرك وشكر لجميع اللجان العامله. يعني احنا نعرف ان اللجان متنوعه في جميع المجالات في جميع الفعاليات. انت اليوم احد الرجال الموجودين، ولك ولهم الشكر لك شخصيا وعنهم جميعا. ما بشكر. يعطيك العافية على جهود احنا نشوفها على ارض الميدان. الشكر طال عمرك لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد، واشكر اخواني على راسهم السيد خليفه بن عبد الله القعود رئيس لجنه الموروث، والاخوان في لجنه الطيور واللجنه بشكل عام على تعبهم على مجهودهم. واشكرك انت يا ابو خير على مجهودك ويانا. الله يطول عمرك. مرحبا بكم مسهلا. في كل مكان متواجد. باسمي وباسمكم جميعا شكرا سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على هذا الدعم المتواصل لفعاليات الموروث الشعبي في مملكة البحرين في جميع مسابقاتها وأنشطتها. شكرا متابعينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقيكم في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.